أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر المؤمنين والمؤمنات، عنوان هذه الكلمة المتواضعة: من أجمل الرسائل. تعرفون رحمكم الله أنه ورد في القرآن الكريم كثير من قصص الأنبياء، وهذه القصص يعني جاءت للعظة وجاءت للاعتبار، والمطلوب منا أن نبني حياتنا على ما يستفاد منها من العظات، لأنها تمثل حياة نوع متميز من البشر، نوع من الناس صنع على خلق الله، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: ولتصنع على عينيا. وعلى ذكر موسى عليه السلام، فنحن نتحدث عن النبي الصالح والعبد الصالح. ويسرني في عجالة أن أقدم لقطة من قصته، كما قلنا، لنتعلم ولنعتبر ولنتعظ ولنسلك سبيل المؤمنين وسبيل الصالحين. اللقطة المقصودة هي قول الله تعالى: اذهب إلى، في سورة طه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه هي اللقطة التي سنقف عندها لنوجه مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى بمعنى تجاوز قدره وتمرد على ربه. ومظاهر طغيانه كثيرة جدا، ذكر القرآن بعضها في قوله تعالى مثلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إلى آخره، وكذلك أنا ربكم، قوله أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. وموسى عليه السلام عندما وجهه الله تعالى إلى هذا الطاغية زوده بمعجزتين. المعجزة الأولى كما ورد الحديث عن المعجزتين في الآية قبل هذا المقطع، الأولى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إلى آخره، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فكانت معجزة عظيمة. والثانية: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هذا بالنسبة للرسالة الأولى. الرسالة الثانية جاءت في دعاء كريم، وهو قول الله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري.
دعوات طيبات مباركات. الأولى: رب اشرح لي صدري، أي وسع هذا الصدر بالنور والإيمان والحكمة من أجل تحمل ثقل الرسالة. الدعوة الثانية: ويسر لي أمري، أي سهل ولا بد من ذلك، لأنه لا سهل إلا ما سهله الله. الدعوة الثالثة: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يا ربي أطلق لساني بفصيح المنطق، لأن موسى عليه السلام أصيب بلثغة وهو في صغره، لأنه أخذ جمرة من النار ووضعها في فمه ظنا منه أنها تمرة. والبيان كما نعرف شيء مهم جدا في الرسالات، لابد من قدرة الداعي على البيان، ولذلك أدرج موسى عليه السلام هذا الدعاء بالذات في ثنايا هذا الكلام الطيب. الدعاء التالي: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الوزير هو المعين، واختار موسى عليه السلام أعز الناس إليه لما عرفه عنه من التضحية والقدرة على الإعانة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الدعاء الموالي: أشدد به أزري. الأزر في اللغة العربية هو القوة، يعني عضدني به يا ربي. وأشركه في أمري، والأمر هنا هو النبوة والرسالة، وقد كان هارون عليه السلام نبيا كما موسى عليه السلام. والرسالة الثالثة قول الله تعالى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. تأملوا معشر السادة والسيدات كيف أن موسى عليه السلام عبر هنا عن المقصد بشكل واضح جدا. لم يطلب عونا على فرعون، رغم أن مواجهة جبار كهذا يعتبر تحديا كبيرا جدا، ولكن موسى عليه السلام أكد على شيء آخر وبيّن مقصده، فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي نسبحك تسبيحا كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا. والذكر كما تلاحظون يحتاج إلى صحبة صالحة تعيننا على الحق وتدعونا إليه. وموسى عليه السلام عرف فضيلة الذكر وفضيلة الاستغفار المقترنة به: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، تسبيح. كما نفهم هنا أن الذكر والتسبيح يستعان بهما على دفع المشقة، وفي نفس الوقت الذكر يعين على مقابلة ومواجهة الجبابرة. ويلفت النظر في هذا الدعاء الطيب الجميل أن موسى عليه السلام أطال النفس في الدعاء، لم يكن مستعجلا، بل أطال النفس وطلب دعوات كثيرة، بمعنى أن البسط في الدعاء والتوسعة فيه أمر مطلوب.
الرسالة الخامسة، قال تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذه هي النتيجة. كل الدعوات رغم كثرتها استجيبت. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي آية أخرى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وهكذا نجد أن الداعي يعطى بقدر ظنه بربه الكريم، يعطى الداعي على قدر اعتماده على الله. وموسى عليه السلام ظنه بالله تعالى قوي وكبير أنه سيسعفه، ولا سيما أنه كلف بمهمة عظيمة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا معشر السادة والسيدات إشارة طفيفة من خلال آيات طيبات في ثنايا قصة موسى عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بنعمه بدوامها، ولا يعرفنا إياها بزوالها، وأن يتقبل منا الذكر والدعاء، وأن يقضي لنا الأحوال والرجاء، وأن يصلح الأحوال ويداوي الأبدان والأوطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وليه صحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.